لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم وتحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا، ولكن اسمحوا لي قبل ما نبدا حلقتنا النهارده ابشركم بان هناك مشروع ضخم ينفذ حاليا في محافظه مطروح وتحديدا في اتجاه سيدي براني قبلها بحوالي 70 كيلو، اكبر مشروع في مصر والشرق الاوسط لتفريخ زريعه سمكه التونه. مصر ستكون خلال سنوات قليلة جدا ربما تعد على أصابع اليد الواحدة من أكبر الدول المنتجة للتونة في العالم. خلي بالكم مصر تسير بخطوات جيدة جدا في الاستزراع السمكي بمشروعات برجة غليون، مشروعات شرق التفريع، بتطوير مناطق مثلث الديبة في المنطقة الواقعة ما بين دمياط وبورسعيد. إذن هناك مشروع عملاق بالفعل ينفذ من خلال الشركة الوطنية المملوكة للدولة وإحدى الشركات الألمانية وإحدى الشركات السعودية. خبرات العالم تتكاتف لإنجاح مشروع مصر لإنتاج زريعة التونة لأول مرة في مصر. طبعاً هي سمكة تحتاج المياه المالحة، إذن من أنسب المناطق ليها هي المناطق الساحلية وتحديداً ساحل البحر المتوسط. وأتمنى أن يكون بداية استزراع سمكة التونة في مصر في المواقع البحرية التي حددتها الدولة. إحنا عندنا 61 موقع على ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، وهذه المواقع جاهزة للاستزراع السمكي وتحتاج إلى المستثمرين الجادين. وتم بالفعل اعتماد موقعين من هذه المواقع لإنشاء مزارع كبرى للاستزراع السمكي البحري الطبيعي في أقفاص. خلي بالكم هذا المشروع استثماراته ضخمة جدا، ومصر تصر على تنفيذ هذا المشروع حتى تصبح واحدة من أكبر دول العالم المنتجة لسمكة التونة وما أكبر أسواقها في كل أنحاء العالم. دي بشرة الخير اللي كنت لازم أتكلم عنها في بداية حلقتنا النهاردة. وخلي بالكم قريب جدا هنزور مشروع إنتاج زريعة التونة في منطقة سيدي براني في مطروح. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم، فريق الجدعان شاهد على أحدث نموذج للاستزراع المكثف لأسماك البلطي، وذلك في أحواض خرسانية بقطر 12.8 أمتار للحوض الواحد ومزودة بأجهزة تهوية سطحية وعميقة، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه وإنتاج نحو 60 طن أسماك في مساحة لا تتجاوز الفدانين. فريق الجدعان في مركز بحوث الصحراء للقاء الدكتور محمد الحجري صائد الجوائز العالمية في قطاع الهندسة الزراعية، والذي صمم معدة لزراعة الأرز توفر 50% من مياه الري، وأشادت بابتكاره كبرى شركات المعدات في العالم وأنتجت فيلما تسجيليا عن المعدة الجديدة.